والعواسل يا ما قالوا ليه بحبه ليه، وردي قلبي قالوا ماله لما بحبه ايه، بحبه بحبه كريستين فتحي كريستين كريستين بحبه بحبه. قالوا ده غدار وقاسي وقلبه فاضي، وقالوا ده غدار وقاسي وقلبه فاضي، من زمان هجرك وناسي قلت لهم راضي. ايوه يا حبيبتي. الله ينعم عليك يا اخوي. الا قول لي ايه موضوع الحلمبوحة اللي ما تسمى موضوع بنتها ايه؟ اسكتي، والله بنت اختي دي صعبت عليا قطعت قلبي. يا حنين يا ابو قلب رهيب زي البسكويت، ايه مش خايف منها يا ابو البنات؟ دي بنت اختي يعني تخاف عليا زي عينيها زي بناتي بالظبط. يا حبيبي دي بنتك وده اختك وده ابوك وده امك، والعصابه تشم خبر وتيجي تاخدنا بربطة المعلم انا وبناتك، مش ده اللي انت عاوزه صحانة فيه؟ يا كردام، هو انا قلت لمين؟ بعدين اللي حصل ان العصابه خلاص كلها في السجن دلوقتي، انما اللي حصل معانا استحراس من البوليس، خايفين على جوزك، عارفين ان جوزك بقى بطل قومي. بطل اخضر. اخضر قومي، لازم يحافظوا عليا كيداهم. ما خلاص دخلت التاريخ من اوسع ابوابه، وزي بكره هيتعمل مسلسل باسمه ويسموه حنفي الهجان. وخط الصعيد كمان بالمر. كيداهم، انت مش عارفه قيمه جوزك، بكره هيتعمل لي تمثال ويتحط في الميادين زي سعد زغلول. ابقى يا حنفي لو نلتح. اسكت يا حليم، ما دريتش باللي حصل النهارده؟ ايه اللي حصل يا روحي؟ حنان يا عيني بنت عمتي طلقت. ازاي ده حصل؟ انا كمان يا اخويا مستغربه زيك، بس هنعمل ايه؟ دي جت النهارده يا عيني وحالتها صعبه قوي، قاعده عماله تعيط من ساعه ما جت. ايوه هي بتحب الواد المناش ده جوزها بتاع الجامعه. طبعا هما جوزوا ونط، دول متجوزين عن حب. وشوف يا سيدي سبحان الله، كانت مشكلتهم بعد الجواز ان هي ما بتخلفش، ويوم ما تخلف يتطلقوا لسبب تاني خالص. اللي هو ايه ده؟ شوف يا سيدي، البنت حنان عملت مشكله مع دكتوره اكبر منها شويه في الجامعه، بس ظهر ان الدكتوره دي مسنوده على الاخر، فالاخ بقى لما راحت اشتكت له الدكتوره دي، بدل ما يقف جنب مراته ويقويها كده، راح مطلقها وخلصان منها عشان خاطر المشاكل. ما ودت له صحيح. بعدين جرب السمه. وهي فين دلوقتي؟ حنان دلوقتي قاعدة عند عمتي روحية في أوضتها. أوضتها إزاي؟ أبوكي؟ ما هو هي ساعتها اضطر يحكي لها على كل حاجة طبعًا. طب وكده مش خطر عليها؟ هنعمل إيه؟ هو نبه عليها إنها ما تقولش لحد، لحد ما هو يبتدي يظهر للناس بنفسه. ليه كده بس؟ ليه؟ أنتوا المفروض تخلوها طول الوقت متداري عمل لي إيه؟ أنتوا مش خايفين عليه ولا إيه؟ هو مش أبوكوا؟ إلا قول يا شحتة، بصراحة كده أمك مسلكة كم من كيداها. مسلكة كم إزاي يعني؟ مش فاهم. يعني كمرت منها فلوس، المهم بقى خدتهم كده ولا كده، ايه النظام؟ ايه اللي خلاك تقولي كده يا سناء؟ على فكره بقى انا في ست شريفه مش حراميه، والفتره اللي عليتها في السجن دي كلها كانت ظلم. ايه يا عم ما تهدى علينا شويه، انت هتقولني كلام ما قلتوش ليه؟ انت عارف ان انا بحب امك وجايه معاها في اي سكه، بس اصل النهارده حصلت حاجه غريبه، وانا بتكلم انا وكيداهم لقيتها كده خدت جنب وبتكلم نفسها وبتقول ايه الفلوس اللي لهفتها مني حلاوتهم. سالتها على طول قلت لها فلوس ايه يا ست كيداهم؟ لقيتها ارتبكت كده وقالت لي لا ده انا اقصد الفلوس بتاعت ايراد الجيم. اهو اديكي قلتيها بعظمه لسانك، فلوس ايراد الجيم. لا والله على ماما برضه يا شحته، وهي فلوس ايراد الجيم هتخلي واحده زي كيداهم ترتبك؟ جرالك ايه بس يا سناء مالك؟ هو اللي سرق ده هو اللي بيقلق وانا اللي اتسرق؟ طالما هي اللي اتسرقت ما تقلقش قوي كده. عندك حق والله يا شحته، بس مش فاهمه، ما هي اسمها كيداهم دي غريبه، ما تقدرش تعرف مين لعب عليها، مين سلك منها حاجه، بتكابر ومش عايزه تحسس حد انها ممكن يتلعب عليها ولا يضحك عليها ابدا. بقول لك يا سمسم، انا عايزك تهدي كده وتشيل الهواجس دي من دماغك، وتفكري في لعبه حلوه كده تعرفي تلعبي بيها عليها، عشان ترجع تثق فيكي تاني، بدل ما تنفط لك وتجيب حد مكانك. اسمعيني كويس. أنا عرفت
تنصيبه دلوقتي في بيت سنان. قال ايه؟ كده وعرفت حوار الألماظ. عرفت منين ان انا اللي سكتها في حكاية الألماظ؟ محدش يعرف الا انت وعلي وسعيد. لا 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 لا، سعيد وعلي دول اضمنهم برقبتي. تلاقيها بالا ويالي على نية السودة. ماشي، مع السلامة دلوقتي. وبعدين معاكي بقى كيدهم الكلب، انت مش ناويه تجيبيها معايا على بر ابدا. بس على مين؟ طول ما الصور والتسجيلات معايا مش هتقدري تهوي بناحيتي. شو الاخبار سيادة؟ تمام. ابو سليم حالته اتحسنت، وانا عملت لك ازمه زياره في المستشفى. من بكره تقدري تروحي تزوري مستشفى السجن. عن جد ميرسي كتير لإلك. لا شكرا على وقتي، احنا بنعمل شغلنا. يا انطون انا ناطره بكره حد يجي في خلال الصبر واشوف ابو سليم. ايوه انا مثلك الاصول، ما اللي يعرف يوصل لسه. بس انت مش ملاحظ شيء. شو بعد شو هنا؟ هو اي حدا يطلب انه يلتقي بمسجون بيهتموا فيه كل هالقد؟ لا شو عم تقول؟ بقصد انه من نهار ما طلبت قابل جوزيف وانا حاسه انه في اهتمام كبير لإلنا. بلكي مش هلا احنا مخلصين. ما تنسي كمان، نحن طالبين نلتقي بناس مسجونين بقضية ولا صغيرة. ما بعرف، بس أنا حاسة إن كل اللي عم يحصل من حولي هيدا مو طبيعي أبدا. إيه الكلام ده يا حلاوته؟ زي ما بقولك كده عليك. إلا أنت يا ست حلاوته ما قلت لأي حد على الموضوع بتاعنا ده. ولا مخلوق يعرف. يمكن سالت على صرف الشيك في البنك. وربما يعني سالت. مش هتعرف آياته حاجة. أنا عنواني في البطاقة مش هنا، في الصعيد. يعني طلعت ولا نزلت، راحت ولا جت، مش هتعرف حاجة. مش يمكن ممشية حد ورانا واحنا ما نعرفش. انت مش بتقولي الناس بتوع هدول تبعك؟ يمكن في حد تاني احنا ما نعرفوش خالص. استنى استنى، من كم يوم حصلت حاجة كده غريبة. ايه اللي حصل يا ست حلاوته؟ ها؟ ايه اللي حصل؟ البنت فتحية كريستال اتصلت بيا. قطعت، دي عايزة ايدي ان شاء الله. ما هو ده اللي شككني. قال ايه؟ بتطمن عليا. لا فيها الخير قوي يا اختي. دي بنت عاملة زي الحرباية بتتلون ب 100 لون. يمكن بعد ما جات وسلمت سعيد الشيك لمحتنا واحنا مستخبيين. ولا حتى لمحتنا انا متأكدة. يمكن بعد ما مشينا احنا وسعيد كانت مستخبية هي وشافتنا. مش عارفة يا حبيبتي. هتجنن واعرف كيدهم عرفت ازاي. الو، فتحية هانم كريستال. مين يعني ايه؟ هكون نجفة يعني؟ يا ستي انا واحد من الناس. في ناس كتيرة دلوني عليك. ايوه، مش مهم الناس دول مين، المهم تسمعيني كويس. يا ستي اسمعيني ومش هتخسري، بالعكس هتنوري. مين هيدا؟ المسجون سالم التنور الشهير بابو سليم. مين؟ جوليانا. كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله أحسن شوي. أبو سليم، أنا جاي لحتى أعرف شو هي الحقيقة. حقيقة شو؟ مين هو جوزيف؟ شو يعني؟ قبل ما تسافروا على مصر جوزيف ترك لي مسج وحكى فيها إنه اسمه مو جوزيف وإنه اسمه حنفي وإنه مصري مسلم. كيف هالحكي؟ زوجك مسجون معي باسم جوزيف؟ أنا حتى حاولت أشوفه بالسجن وهو رفض إنه يشوفني. إيه، هو من يوم يلي مرق فيها السجن وحالته كتير بشعة، ما بده يحكي مع حدا. أنا جاي وحابة أعرف أنا مين كنت مجوزة. هاي أول مرة بسمع فيها الحكي اللي عم تحكيه. زوجك من يوم يلي شفته وأنا بعرف إنه اسمه جوزيف وإنه مسيحي ماروني. أبو سليم بليز سعيد. ليكي، أنا بس اتعافى وارجع السجن رح أسأله وحاول خليه يلتقي فيك بالزيارة. ميرسي لإلك. أنطون أخوكي كيفه؟ منيح بيسلم عليك، حتى هو ناطرني برا ما رضي يفوتوا معي. سلمينا عليه كتير. وانت امتى راجع على السجن؟ طبيب عم يقول ما قبل شهر من هلا. شهر؟ وانا كيف رح انطر بمصر شهر؟ انت بس سافري وقت يلي ترجع فيه تعزريني. شو جوليانا؟ شو اللي صار معك؟ ولا شيء. كيف الحكي؟ قال انه ما بيعرف شيء عن هديك القصة وانه رح يحكي مع جو اول ما يرجع على السجن. امتين رح يرجع على السجن؟ بعد شي شهر. شهر؟ نحن ما فينا نضل ولا بمصر شهر.
ما بعرف أبدون، أنا ماني مرتاحة. كيف؟ لأنه أبو سليم يلي شفته جوا ما مبين من وجهه شيء. طيب وصوته؟ صوته متغير شوي. قصدك إنهم جايبين واحد مزيف؟ ما بعرف، بس هو قال لي إجي شوفه، لو منه أبو سليم ما كان قال لي هيك. إيه معك حق، بس شو اللي طلب إنك نعمله؟ ما بعرف أبدون، بس أنا مش رح روح من هون إلا ما لاقي شي حل، وأكيد رح لاقيه. تفضل. مساء الفل يا متر. ازاي حضرتك يا استاذ حليم؟ ايه الاخبار؟ ايه اخبارك انت طمني؟ والله انا اخباري كويسه جدا. اتفضل يا سيدي. ده تصريح النيابه الحزبيه بسحب مبلغ 2 مليون جنيه من حساب يوسف حنف البرنس. 2 مليون بس؟ ازاي؟ ده احنا كنا طالبين 4. والله بقى ده تقدير النيابه الحزبيه للمشروع اللي احنا قدمناه. وبعدين 2 مش وحشين ولا ايه؟ لا مش وحشين الحمد لله يا رضا. متشكرين يا بدر تعبناك. لا تعبتني عليه، ده شغل. طب بالنسبه للاتعاب، والله جرى العرس في الحالات اللي زي دي ان الاتعاب بتبقى نسبه. ايوه كام يعني يا بدر؟ يعني مش كتير 10%. كتير يا استاذنا. ما يقدرش عليك يا استاذ حليم. وبعدين في الاخر انا وانت مش هنختلف. ماشي يا باشا، انا بس اصرف الشيك ده ويبقى عندك 150 الف جنيه. مرضى يا عم؟ يعني يا عم ألف ألف مبروك يا ست على ولده. الله يبارك فيك يا أخوي. مبروك يا أم، يجعل ألف سعادة عليك يا أخويا. مبروك يا ست على ولده. الله يبارك فيك يا حاج. لو إنك جيت عليا وفي السعر. لا أنا عايز أخدها منك وأنت راضي وقلبك مسامح، ودينا لسه فيها أهو أكبر. ما تقولش كده يا ست على ولده. أنا مرضي 24 أرى. دي أهم حاجة يا عم الحاج، إحنا عايزين ربنا يبارك لنا فيها. وأنت بقى تشد حيلك معانا، كل زبون حاج يقولنا يشتري شقة لك العمولة بتاعتك. كده 2 مليون جنيه بالتمام والكمال يا أستاذ يوسف. شاكرين يا عمنا، مبارك أبيض. أي خدمة يا أستاذ. عاجبك كده يا هانم؟ خربت بيت ابنك وانبسطت خلاص؟ قول انقذت مستقبله وهو ده الاهم. انقذت مستقبله ولا خلقت منه انسان جبان وضعيف قدام كلمه الحق؟ ارجوك يا بابا انا مش ضعيف. يا بابا ربنا قال ولا تركوا بايديكم الا التهلكه، وانا مش مستعد احارب الحزب الوطني. وبعدين يعني هي الدكتوره سامحه عملت ايه؟ ما طول عمرها واقفه جنبي وعمرها ما شفت منها حاجه وحشه. يا سلام، بعد ده مبرر؟ انت لما تعرف ان في بني ادمه مزوره وبترتكب اكبر جريمه علميه في الجامعه وهي السرقه الادبيه وبتستغل الطلبه وبتتاجر بالعلم، كل ده ملوش ثمن عندك الا تبقى استاذ في الجامعه. واحنا مالنا ومال الموضوع ده؟ هو احنا هنصلح الكون؟ وبعدين الموضوع دلوقتي بقى في ايد وزير التعليم العالي. ثم انت كنت عاوزني اعمل ايه وانا شايفه شكاوى قد كده بتتقدم في ابني كل يوم؟ يا هاني كلها شكاوى كاديه ملهاش قيمه. لا يا بابا، الشكاوى دي كلها كانت قرصه ودن، لكن المرة اللي جاية كانت هتبقى بجد. حضرتك عارف انك مش اسهل من انك تشتري اي طالب او طالبة بالفلوس عشان يتبلى عليك باي مصيبة. يا خسارة يا هشام، يا خسارة يا ابني. بس لحلمكم بقى انتوا الاتنين، انا هقف مع حنان واساندها لغاية ما تجيب حقها وتثبت ان الست دي مذنبة وتثبتها من الجامعة كمان. وانت فاكر بقى الحزب هيسيبك؟ انا ما بخافش غير من اللي خلقني، ومفيش قوة في الارض تمنعني ان انا اقف مع الحق. ينصركم الله فلا غالب لكم. ها ايه الاخبار يا دكتور؟ والله يا حنان لسه امبارح كنت بكلم استاذ كليه الحقوق اللي متابع التحقيق في مجلس الدوله، بس للاسف اكد لي انه لغايه دلوقتي مفيش اي حاجه تدين دكتوره سميحه عكاشه. ازاي الكلام ده؟ بعد كل الادله اللي انا اديتها لحضرتك؟ الكتب ما عليهاش اسم، دي كتب مجهوله ومفيش اي حد راضي يشهد. انا مستعده اشهد. خلي بالك انت في خصومه معاها وشهادتك هتبقى غير مجديه. يعني ايه؟ خلاص خلاص مفيش امل؟ ان شاء الله ربنا هينصرنا، ما تقلقيش يا حنان، احنا هنا كلنا واخدين الموضوع كانه امر شخصي ومش هنسكت لغايه ما نكشف الست دي. ايوه يا شريف باشا، اخبارنا ايه يا باشا؟ بتقول ايه يا باشا؟ يا نهار اسود يا باشا، مش اللي انا هنا في مصر يا باشا؟ انت جاي تعمل ايه يا باشا؟ طب انت هتسافر امتى؟ نعم؟
مش هتسافر دلوقتي يا باشا؟ على خير الله يا باشا. طب قولي يا باشا، اخبريني مع سعادتك يا باشا عشان انا اتخلقت من الحبسه، عايز اخسر بقى يا باشا. تمرني بقى خير بس تكل. لا شكرا يا تمر، يلا طير انت وانا هقفل المحل. طب اتخلى عنه واقفل مكانك انا المحل. يا اخي بطل غلاسه بقى، قلت لك انا هقفل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا طير؟ ازيك يا ريس تمر؟ طيب سلامه. ازيك يا مفتاح؟ الحمد لله يا ست كريم انا كويس. طب انت كويس؟ الله، انت ايه حكايتك يا دنت؟ حكايتي في ايه بالظبط يا ست كريم؟ بتبص لي كده ليه؟ انا اسف يا ست كريم. اسف على ايه؟ ان انا ببص لك. بس هو مش بإيدي صدقيني. هو إيه اللي مش بإيدك ومش برجلك؟ أنت مجنون يا ابني؟ أنا إيه يا أم أبسط يا حمود؟ أنا مش عارفني ولا إيه؟ مفتاح أنت بتشرب حاجة؟ أنا مش بتاع الكلام ده يا ست كريم، أستغفر الله العظيم. أمال مالك عمال بتخرف ليه في الكلام؟ أنا بس كان ليا عندك طلب صغير يا ست كريم، أنا نفسي أرجع الشغل هنا تاني. ليه؟ يا ماما ضايقتك في حاجة؟ لا والله خالص، بس أنا مش عارف أعمل أي حاجة للست كهداء. كل ما تكلفني بحاجة ما اعرفش اعملها لها، بحس ان انا شكلي بقى وحش قوي قدامها اخر حاجة. وحش قدامها اخر حاجة ازاي؟ مش فاهماك يعني. يعني كل ما تكلفني بحاجة ما اعرفش اعملها لها. كده مفتاح هتكسفني قدام امي؟ وانا قلت ان انت هتطور رقبتي قدامها. انا علشان خاطرك مستعد اعمل اي حاجة، بس انا تعبان ومش مرتاح في شغلي معاها. طب عشان خاطري خليك معاها لحد ما هي تقولك انا مش عايزاك، وبعد كده بقى ارجع اشتغل هنا. تحت امرك يا ست الكل. متهمنيش بأي حاجة تانية؟ لا شكرا يا مفتاح. السلام عليكم. عليكم السلام. مفتاح. نعم يا ست الكل. انت ايه ما عندكش دم؟ مش شايفني واقفه بطولي كده في المحل؟ مش تساعدني وتقفل معايا؟ من عينيا بس فين المفاتيح؟ عندك في درج الكاشير. الله، يلا مفتاح بقى اتاخرت. في ايه؟ حاضر. ايه ده؟ حاضر يا ست الكل. بس انت ما تكونش لا لا ما ينفعش، لمي نفسك. الحمد لله، اياد ويوسف بقوا مصحاب قوي. طبعا يا بنتي، ما هو الدم بيحل. مالك يا حنان؟ بتفكري في ايه يا بنتي؟ مصدومه يا ماما، مصدومه. معقوله انا كنت مخشوشه قوي كده؟ فعلا الناس مش بالتعليم ولا الجاه ولا الحسب والنسب، كل دي مظاهر كدابه يا ماما. ما تشغليش بالك، سيب الحكايه دي عليا انا وعلى خالك. ان شاء الله هو أول ما يبتدي يظهر للناس وعدني إنه هيحل لك مشكلتك. لا لا، والنبي يا ماما اوعي تعملي أي حاجة من ورايا. أنا خلاص مش هقدر أعيش مع البني آدم ده تاني. المرة دي يا ماما اللي اتكسر بينا عمره ما هيتصلح. يا أختي مين اللي هيجي لنا السعادة؟ مين؟ مساء الخير. أهلا أهلا أهلا، إزيك يا حلاوتها؟ كويسة الحمد لله. دي بنتي حنان. زي القمر زي القمر. خمسة وخميسة في عين العدوين، اللي هنا في عين العدوين. تعرف انها تشبهك الخلق الناطق وانت صغيرة؟ ربنا يخليك يا طنط، ما هي ماما برضه هي حلوة زي القمر. اه طبعا، ده كان كله وراها كده زمان. حلوة ده ايه؟ ما خلاص راحت علينا. قال ايه؟ قول للزمان ارجع يا زمان. خلينا يا اختي في موضوعنا. بنتي عندها مشكلة مع جوزها. لا لا لا، كبري دماغك، فكك، كبري دماغك قد كده. كل الرجالة دول خضرين، اوعي. الحمد لله يا طنط، كل اللي ربنا يجيبه بقى كويس. مؤمنة يا اختي. أنا بقى ما لحقتش أشوفك، كنت متجوزة حنفي. أمك وأبوك كانوا عايشين في البلد، خلفتك بس اتأخرت شوية في الخلفة، ما قدرتش أشوفك. ياه، أنت لسه فاكرة؟ ده أنا كنت هتجنن على الخلف. يا حبيبتي ربك لما يريد كل شيء بأوان. ليكي حق. أمال حنفي فين؟ حنفي قاعد معها يا اختي في الجنينة. ومالك بتقولي يا بنطرة أوي كده؟ تغيرانة عليه ولا إيه؟ لا يا حبيبتي، أنا عندي ثقة في نفسي. ثقة؟ مش قوي عليا كده، أنت لازم تظبطي منظرك شوية. إزاي يعني؟ يعني تفكي عن كيسك شوية. طلعي لك قرشين اشتري بيهم شويه حاجات كده اناقه، شويه برفانات، شويه مكياجات. ما تفهميني يا حنان. والله يا طنط كلام ماما مظبوط، انت عايزه شويه تغيير كده، وانت زي القمر. جربي بس وانت تشوفي. يوه
تصدقوا انتوا نسيتونا انا جاي هنا عشان ايه؟ ايه؟ الاقيش معاكم سجاره احسن خربانه. اسمعوا يا رجاله، اول ما سيبت الدوا تيجي معلش قلت البنت الحقيقه انا مين على المشايل عشان يسكتوا الدور. ايه لا ده بس بالراحه عليا والنبي احسن شكلكم كده هديكوا طرش. ما تخافيش يا ست الكل، احنا محترفين ونعرف نجاوب ازاي في المليان وفي الفاضي. رجعت اهي. يلا يلا يلا. خلينا جد. خلناها تفتح حوار مع الست حلوته وفتحنا سماعة التليفون. سمعناها بقى وهي بتهزاها وبتقول لها انها ما شافتهاش من ساعة ما خرجت من السجن. يا سلام، ازاي بقى مت؟ مش غريبة شوية دي؟ زي ما بقول لك كده، وده احنا معاها من الصبح اهو عمالة تحلف ايمانات ربنا انها ما شافتش حلوتهم دي خالص. الحقيني يا ست الكل، كده برضه تشكي فيا؟ ده انا مخلصة لك وعمري ما اخونك ابدا. ما تخونينيش ابدا. يا سلام يا اختي، امال مين اللي قال للولية المخفية ام عروب اللي اسمها حلاوتهم عن مكان الالماس؟ اقسم لك بالله ان شاء الله موت كفر، انا لا قلت حاجة ولا شفت حاجة. لا وبعدين بقى البنت شكلها بقى ايه؟ ما تكونش كلمة حد غلط على اساس ان هو حلاوته ما تزعل على موضوع الالماس. تعجبيني يا ست كذاب، بس انا هثبتها. دي مش نمرة حلاوتهم؟ استنى كده. ايوه مظبوط. انا قلت لك يا ست الكل. الله، امال مين اللي سكر السكه السوداء دي وعمل فيها المهبوس ده؟ جايز تكون سمعتك وانت بتتكلمي في التليفون. يعني ايه سمعت وانا بتكلم في التليفون يا متر؟ الوليه دي اكيد بتتسلط عليكي في الفيلا، عرفت ان انت رايحه بورسعيد مشيت وراك. انا خلاص فضيه من الوليه ام عروب اللي اسمها حلاوتهم دي. هين عليا اروح البيت اجيب كرشاه بسكينه زي البطيخه الشيله واللي يحصل يحصل. صباح الخير. صباح النور يا مستر اكرم. مين وتسليم حد منهم جه؟ وحضرتك جاي بدري النهارده. زين كده. هتسال عليا؟ في واحده ست غريبه شويه مستنيحتك في الشروق. واحده ست؟ مين دي؟ وايه اللي خلاكي تدخليها الشروق؟ هي اللي قصرت وقالت لي عايزه اتفرج على الفساتين، وما حاولت امنعها زعلت لي جامد وقالت لي انها معرفه. زعلت لك؟ ايه ده؟ مين الست دي؟ تحت امرك يا مدام. ازيك يا استاذ اكرم؟ معقولة؟ بنتي؟ افتكرتني؟ انت معقولة تتنسي؟ حلويات؟ ايه؟ انا غلطت في الاسم ولا ايه؟ اه طبعا، انا اسمي حلاوتهم. ايوه صح، حلاوتهم. ازيك يا مدام حلاوتهم؟ انا الحمد لله كويسة خالص، انت بقى كويس؟ الحمد لله، اموريني. انا تحت امرك. بص بقى يا سيدي، انا جايبة لك حتتين قماش، عايزاك بقى تعمليهم لي بقى الفستانين. إننا ألاجر. بص بقى ألاجر، أنا عايزة أبقى زي الستات اللي بتمشي في الشوارع دي اللي متشيكة على الآخر، عايزة أبقى زيهم كده، إيه رأيك بقى؟ القماش ده مستحيل. ليه مستحيل؟ ده أنا جايبها من الشاي الفلاني. تمن القماش ملوش أي علاقة بالذوق. يا استاذ في ايه؟ بص لي كده ليه؟ انت فعلا عايزه تبقي شيك؟ اه، امال انا جايه لك هنا ليه؟ وجاهزه فلوسي حاضره، اللي انت عايزه هتاخده. سيبك من موضوع الفلوس، ما انا هاخد منك فلوس هاخد فلوس، ده شغلي. المهم انا اقدر اعمل منك ايه؟ تعمل مني ايه؟ هتعمل مني ايه؟ كحك العيد ولا قرص بالعجوه؟ الكلام ده كمان تنسيه خالص، المظهر العام مش كل حاجه، الكلام مهم جدا. اهلا يا اختي، ازيك يا حبيبتي؟ انت بتعملي ايه هنا؟ مدام حلويات. الله، ما قلت لك حلواتهم. سوري سوري، مدام حلواتهم جايه عايزه تلبس على الموضه. على الموضه؟ بس كده يا جميل يا قمر، انت نلبسك على الموضه. يا اختي على جمالك انت، احبك. ايه
خدينا كده ونعد اسباع في اتمان وما احناش عارفين مين اللي بقى عند المخفيه ام عرقوب الوليه اللي اسمها حلاوتهم. اديكي شفت يا ست كيداهم، ده احنا بهدلنا البنت اللي اسمها فتحيه قد ايه وفي الاخر طلعت بريئه. عارف يا متر الوليه دي مفاتيحها مع مين؟ مع مين؟ مع الواد سعيد الميت اللي صرف الشيك. عفارم عليك، احنا لو عرفنا نحتوي الواد ده ونحطه تحت بطنا هنرمي لها مخبر في بيتها. الله، الولية حتى صور حديد مليان شوك، مش عارفين نخش لها مين. طب الواد ده هيكون ولاه لمين؟ لينا؟ هيبيعنا اكيد لحلاوتهم. ده واد زي ده يبيع ابوه وامه في منت يا متر. طب ازاي الحال بقى؟ ازاي يعني ايه؟ انا اللي اقول لك ازاي؟ ده انت ابو التفانين كلها. اكيد واد زي ده عنده سهرات كتير. واد لبط وعاوق يعني، من الاخر بلطجي. احنا لو مسكنا له زله، الواد ده هيبقى تحت سنان. طب سيبيلي بقى الموضوع ده وانا هجيب لك قرار. لا اسيب لك ايه؟ مش كل موضوع تاخده تركنه. المره ده عايز اخلقك استرتش معايا. ده انا لا عارف انام ولا يجيلي نوم طول ما المخفيه دي عماله تدينا على قفايا. شايله طريق الست دي في يا روحي. البنت حنان صعبان عليا حالها قوي يا اخويا. ما هي اللي راكبه دماغها روحي ومش عايزه تنزل، مش عايزه حد يتدخل. كل ما اكلمها تقول لي ما حدش له دعوه، انا مش هرجع لجوزي ده ابدا مهما حصل. طب والواد اللي مخلفها منه ده ذنبه ايه في ده كله؟ انت بتقولي ده روحي؟ ابن حنان ده ابني مسؤول مني، انا اللي هتكفل بيه من هنا ورايح. اقدر انسى اللي عملتيه معايا ومع ابني. بس عليك يا اخويا، هو انا في بيني وبينك الكلام ده برضه؟ ده انت اخويا وحبيبي، انت اللي سترتني، ما حوجتنيش لحد في الدنيا، بس برضك يعني ابوه مش شويه. انا مش بتكلم على مصاريف الواد ولا حاجه، بس انا قلبي عليه، حرام يعيش بعيد عن ابوه وامه. هنعمل ايه يا روحي؟ يعني الله والحكمة دي. الصيحة رجعت. أهلا 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 وسهلا. الله، أهلا أهلا. إزيك يا حنفي؟ عارف إزيك. حلاوتهم ما عرفتكيش. حلاوتهم مش ممكن. حلاوتهم إيه؟ ولغريبتهم وتفهرتهم عيش في بيتهم. يا أقل حاجة أكثر حاجة تبقى إيه؟ روحي هو إيه اللي بيحصل؟ وحياتك ما أنا عارفة يا أخويا. خسري خسري يا ماما، مين جالنا القتل النهاردة؟ أكيد الفنانين. قولي لي بقى، ده أنا روحي 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 في الفنانين، بحبهم قوي. وهو يا ماما الفنانين محتاجين أقعد أقول لك حزري وفزري، دول كل يوم عندنا. ده حتى فيفي عبده ونبيل عبيد وحجاج عبد العظيم كانوا عندنا إمبارح. طب يا اختي نبيل عبيد وفيفي عبده هيشتروا هدوم، والنقرع ده كان جاي يعمل ايه؟ شكله كان جاي يجيب هديه لحد. ما تحيرتيني يا بنت، ما تقولي لي مين؟ طنط حلاوتهم. طنط 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 طنطنوا عليكي ساعه وسكتوا. هي دي تقلها طنط؟ يتقلها يا مرات ابويا. وايه اللي جابها اللي تشك في قلبها ام 44 دي؟ ايه اللي جابها عندكم في الاتيليه ولا الاتيليه اللي عندكم ده؟ استني بس يا ماما، دي هتبقى حاجه تانيه خالص. I can't believe it يا حبيبتي. هو انت كده يا ماما على طول all English all the time؟ Yes I know I see I vitamin C also. لا يا ماما صدق، دي هتبقى واحدة من سيدات المجتمع الراقي. عدوتي تعملي لها حبيبة انت. وبعدين يا اختي اشتعمل مشطة في الوش لايك. هنلبس البوسة تبقى عروسة. ماشي يا ماما، اهدي عليا شوي. انا مالي، هو القتل ده كان بتاع ابويا؟ ويا دي تنفع في لبس الشيك؟ اللبس الشيك ده اتخلق لامك بس. بكره تلبس الهدمتين اللي خدتهم من عندكم وترجع ترميهم لكم في خلقتكم وتقول ان هم ما عجبوهاش. يعني بصراحه يا ماما هي لايقه عليها لبس الشيك قوي. على راي المثل
قالوا لها ما بتعرفيش ترقصي ليه؟ قالت لهم عشان الارض عوجه. قومي يا بنت، انت بتفرسيني بتنطيني، قومي يلا غوري في داهيه من هنا من قدامي يلا يا بنت. انا يا ماما، انا يا حبيبه قلبي اكيدك، هو انا ليه غيرك؟ اسمعي يا بنت يا امينه، انت قولي بتاع الديفيليه ولا الفيليه ولا الموزمبيليه ولا الدوكولتيه اللي انت عنده ده، يحضر لي كام حاجه افلايت شويه فساتين اللي هم عشان اجي اخدهم. بس كده انت تؤمر يا جميل، من العين دي قبل العين دي يا جمر انت يا قشطه. بس اعملي حسابك هتيجي معايا يوم الاتيليه علشان نعمل لك الشغل اللي هو. هلا هلا ويا اختي اسم الله، ايه الشغل اللي هو ده؟ انا احط ديلي في اسناني وابلكوا جاري، اخد شويه فساتين طالما ابتدت تجيلكوا تشتري منكوا انا بقبل منها.